الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان الأبعاد الإنسانية في التعامل مع كبار السن. لقد دعا الإسلام لاحترام صاحب الشيبة من المؤمنين وكبار السن عامة، بل عد الإسلام من يجهل حقهم منافق. ففي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه 3: من يجهل حقهم منافق معروف بالنفاق. من هذول 3؟ ذو الشيبة في الإسلام، وحامل القرآن، والإمام العادل. وقد عد الإسلام الأجر والثواب العظيم في توقير صاحب الشيبة. ففي الرواية: من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة، إلى آخره مما روي في الاهتمام وتوقير صاحب الشيبة من المسلمين. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور، بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. الحالة الاجتماعية للمسن مهمة جدا. كيف يمكن دعم الحالة الاجتماعية للمسن؟ طبعا أكيد أول ما نبدأ إحنا بزرع الثقة بالنفس، نعم، وإعطاء الثقة الكاملة، نعم، لأن تعرف كبير السن في هذه الأعمار، يعني مر بأعمار متطورة، وكل وقت إله من العمر أنطه ما يستطيع شيء إله، ونعتبر كل شيء بمباركة في رأسه، أنه هي هذا إلها تاريخ، إلها أعمال صالحة في هذا المجتمع، زرع فد نبتة في هذه الأرض الخصبة. فأكيد العمر إله حوبة، الوضعية، حالته الصحية، حالته النفسية، الضغوطات الاجتماعية راح تعكس عليه. فنشوف أكثر كبار السن سواء كانوا في يعني في دار المسنين أو في المجتمع اللي نعيشه، تأثر عليه الحالة الاجتماعية، الحالة يعني العائلة، البيئة الأسرية هي تكون لها الدور الرئيسي. بالتالي أول قضية إعادة الثقة بالنفس. نعم. جزيلا. إقامة محتفلات، أكيد محافظ. إحنا نزيد جو، يعني حكيتنا، تحدثت لك إنه الجو الأسري، نقول الأسرة، الأبناء من تكون تربيتهم صالحة، ينطون يعني تبقى مكانة الأب يعني في قمة العالم من الاحترام المتبادل، من الهيبة إله، يتواصل مع العرف العشائري، مع الأقارب، زجة بالمجتمع عن طريق المحافل الدينية، عن طريق الأعياد، عن طريق التزاوج بينهم، يعني يكون إله الصادر. بعض الكبار السن لا، تشوف بعض أبنائهم من يكبر يعني يمحي دور الأب، وهذا أكيد يعكس حالة سلبية على الأب. زين. شنو هي الاحتياجات غير الحاجة الاجتماعية لكبار السن؟ طبعا الاحتياجات احنا اكيد هي الحالة النفسية لها دور، الامراض اللي هو يكون مع الحالة الصحية، يعني مثل الامراض المزمنة، الامراض هذه اكيد تأثر على حالته. زين. نعم. بالتالي جانب نفسي ايضا غير مهم. الحالة الاجتماعية، نعم، احتياجاتهم الى الحالة الدوائية، ربما اكيد يتعرض الى امراض مزمنة او مزمنة يواجه معالجته، مراجعته للطبيب الدوري لازم تكون اهم شيء. احنا الحالة النفسية اذا هو صحيا نشاط عنده وحيوية وصحته بدنة شافي من الأمراض، تكون حالته النفسية جيدة. وأهم شيء إحنا ننطي أنه دائما يطلع على المجتمع الخارجي، من قوقعة بالبيت، أو من هملة، أو من يخلي كبير السن في المنزل كحاجة مركونة مجمدة. هذا الشيء هو هذا اللي يأثر أكثر شيء عليه.
مسألة ينبغي الاستماع الجيد لحديث كبير أو لأحاديث كبار السن، ينبغي بل من الواجب الأخلاقي أن يحسن الاستماع والإصغاء لأحاديث كبار السن لأسباب عديدة، واحدة من عدها من باب التوقير والاحترام له، كبير سن وإحنا مطلوب من عدنا الاحترام والتوقير له، ومن باب آخر الاستفادة والاستثمار الخبرات المتراكمة عند كبار السن، والحرص الشديد على عدم أي إشارة توحي إلى الضجر والملل من حديثه، بل لابد أن يتفاعل معه لعدم شعوره بالملل. الإسلام دعا إلى احترام وإجلال كبار السن، في كثير من الروايات مروي توقير، روايات توقير كبار السن، فقد روي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من إجلال الله عز وجل توقير الشيخ الكبير، وفي حديث آخر عظموا كبراءكم، وفي حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من لا يوقر كبيرنا، وأحاديث أخيه. ونختم فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بجلوا المشايخ فإن من إجلال الله تبجيل المشايخ. أبو سيد شنو يعني شلون نتعامل مع كبار السن؟ أولاً إحنا نخلي في بالنا كبار السن ينقسمون في علاقاتنا إلى 4 أقسام. نعم. كبير سن من الأبوين اللي هو أب والأم. والأم. كبير سن من الرحم اللي هم منه الأعمام والأخوال. كبير سن من الجيران اللي اللهم أوصانا بالجيران. نعم. زين. كبير سن غريب شفته بشارع، وهذا الغريب نبدي من الغريب، شفته بشارع، إذا أنت قاعد بسيارة أنت تقوم، هاي الأخلاق والآداب، أنه لابد أنه إجلال الشيبة تجل وتحترم. إجلال الشيبة الإمام الصادق عليه السلام عدها إجلال الشيبة من إجلال الله تبارك وتعالى. نعم. يعني شلون ما تحترم الله، تحترم هاي حدها من إجلال الله تبارك وتعالى. الجيران ما طول الله أوصى بالجار هم لابد أنه توايق عليه، أنه تتابع كذا. أما الرحم من الأعمام والأخوال فمطلوب الاهتمام والسؤال عنهم، هذا كل ما تسأل حتى لا يعيش في عزلة، تسأل معنويا شبيه يستانس ويرتاح. أما من حيث الأبوين بعد الله سبحانه وتعالى أوجب النفقة، إذا الأب محتاج أن واجب النفقة. طبعا من ينطي النفقة، هاي واجبة لو مو واجبة؟ طبعا واجب. كون ينطيها مثل ما أكو استحقاق مالي وأكو نفقة مالية، أكو استحقاق معنوي، كون ينطيها مو مقطب جاي ضايج، وإلا أن تشتغل هاي النفقة مردودها شي شغل مردود عكسي. نعم. صح لو مو صحيح؟ نعم صح. فلذا مطلوب اهتمام ورعاية مادية ورعاية نفسية، مطلوب مدح المسن، لابد أن يمدح، والثناء والشكر على ما قدم في السابق، مطلوب له ما مطلوب؟ نعم صح. عدم عدم الاصطدام والاحتكاك. رأي المسن رأي خطأ، أنه وقتياً تقول له صحيح وتتماشى وياه، بعدين شوية شوية يكون شنو؟ كون تبدي تشرح له حتى أنه ليس تقاطع بمن بالرأي. بس أنت شون تتعامل هنا مع كبار السن؟ أنت شون تتعامل؟ بس أنت سألتني شرعا عن جاوبتك، أنت شون تتعامل؟ أنا أتعامل وياه كوالدي وأخدم به. إذا أكبر من عندك؟ أي زين زين. أي وإذا بقدك؟
إذا بقدك قدي يكون الاحترام بيناتنا، أهم شيء الاحترام. زين إيه، يعني لا أغث بكلام ولا يغث بكلام، وحديثنا تصير معقولة، يعني أحاديث دينية يعني أي أمور بعيدة عننا. زين، راح أسألك سؤال. نعم. إحنا الأب والجد واجب نفقة، والأم واجبة الاحترام، وهم قد تكون واجبة نفقة في نوبة الإنفاق. نعم. فواحد سألني سؤال، قال جدي يريد دواء، رجال كبير، أمي ما تخليني أطلع أشتري له دواء. نعم. أطيع أمي لو جدي؟ أنت شو تقول؟ شلون؟ جدي. نعم. رجال كبير. نعم. يريد دواء. نعم. أمه تمنعه من شراء الدواء، ما تخلي. أم هذا يسأل. الولد. الولد يقول أمي ما تخليني. ايه. زين أنت مو تقولون طاعة الأم؟ نعم. زين. مو تقولون هذا صلة الرحم واجبة جدي أبو أبويا؟ نعم. هاي ما تخليني أروح أشتري له دواء وهو كبير بالسن. نعم. شو سوي؟ ما يجوز. أنت شو تقول شو يسوي؟ يطيع الأم لو يطيع جده؟ وطاعة الأم صحيح، بس شو يسوي؟ شو يسوي؟ مهما يكون يعني جده وهو بحاجة إلى دواء. زين. يشتري له الدواء. بكل الأحوال يروح يشتري. زين. إذن أول قضية أنه ما يقطع صلة العلاقة مع الجد، ما يقطع صلة العلاقة ويتواصل ويا جده وأعمامه، ولا طاعة للأم في معصية الله. صح. لأن إذا قطع ويا جده وما ودى له الدواء، عصيان له مو عصيان لله، عصيان لله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. بالتالي الأم لا تطاع، لا تطاع، ولكن يحرم عليه إيذاء الأم. الأم منين الضوج؟ من جده. نعم. من راح جاب له الدواء، حرام عليه يؤذيها. بالتالي هنا هذا الولد شو يحتاج؟ يحتاج ان يبتكر اليه يودي الدواء ويديم الصله مع جده وعمامه مع احترام الام وما يؤذيها. نعم. شلون هاي الاليه؟ طبعا هاي الاليه تختلف من بيت الى بيت، من وضع الى اخر. بالتالي هو يقوم يفكر هذا التكليف شلون يؤدي، يحافظ على علاقته ويا جده وعلاقته ويا من؟ ويا امه ما يعاذيها. نعم. واضح ان شاء الله. ان شاء الله. هل يجوز منادات رجل كبير او امراه كبيره بمناداته بالحج وهو ما رايح؟ زين. اول قضيه انت نعم. سؤالك ما ينادون منادات؟ اعتادت مجتمعاتنا الاسلاميه نعم. للرجل الكبير شو يصيحوا له بمجتمعنا الاسلامي؟ حج. وان لم يحج هذا من باب شنو يصيح له حجي؟ من باب التوقيع، من باب الاحترام. بالضبط. رجال كبير. رجال كبير اشوفه شو اصيح له؟ حج. هسه اذا عمره كبير، اذا عمره صغير يصيح له عمه، يصيح له جده. هسه لكن مجتمعاتنا الاسلاميه من باب الاحترام والتوقير ينادوا بكلمه حج. حرام انه نصيح الواحد مو حجي، كبير بالعمر نصيح له حجي، شو تقول انت حرام لو حلال؟ والله بالنسبه للشيخ اذا هو مو حجي، إذا هو مو حجي ما يجوز. زين. بس على شاتك مثل ما تفضل متعودين على المنادات. يصير. الرجل كبير حجي. يصير من باب التوقير. لكن ينبغي يعني الأفضل أنه عدم منادات من لم يحج بالحج. هذا الأفضل. صح. ليش؟ لأن الحج مصطلح شرعي. شرعي. نعم. مصطلح لمن؟ لمن حج بيت الله. هو ليش يسموه حج؟ فلا يستعمل إلا فيما وضع له. نعم. وضع علماً لمن حج البيت. نعم. الأفضل أن ما ينادوا، لكن هي ما مو حرام شرحاً أن ينادون كبير السن. الأفضلية الأفضل أن ما ينادوا إلا لمن حج. نعم. بلي. وبالنسبة قلت لك للمعتمر. بلي. يعني أنا لاحظوا معتمر يسوي له حج، هو معتمر مو حج. زين. بس هم من باب المصطلح الشرعي. المصطلح الشرعي لمن حج بيت الله. بلي. لمن حج ما بيذنب بس باحترام. بس الأفضل كاصطلاح شرعي. لمن حج البيت في العاشر من ذي الحجة الحرام. المعتمر مو في أشهر الحج. بالتالي المعتمر شيء والحج شيء. أي هاي على هاي يعني. رحمة الله. شلون برأيكم نقدر نتمكن أنه من دعم المسن اقتصاديا؟
طبعا احنا اكو بعض الكبار السن عندهم رواتب يعني تقاعد. طلع تقاعد بعض بالسن. الكبار السن اللي تكون دور الحكومه لازم يعني يكون بها فعال المؤسسه الحكوميه انه هن راتب رعايه اجتماعيه. اما في الدور المسنين الدوله يعني ماخذه قرار دائمي من زمن يعني قديم انه تعطي راتب رمزي لهذا المسن بعد اضافه توفير كل احتياجاته من ماكل وملبس وعلاج ودواء والسفر العتبات المقدسه والسفر الى العمره والسفر الى الاماكن السياحيه راتب شهري مقداره 60,000. هذا اللي توفير حاجاته البسيطه اللي يحتاجها اذا كان محتاج لها. وما زال الراتب وما يزال مستمر. والاكثرهم حاليا في يعني باعتبار ناخذ دار المسنين باعتباره فد عينه اللي تحوي كبار السن من مختلف الاطياف ومختلف الطوائف ومختلف الشهادات والخبره انه مشينا له وسعينا لهم ب البطاقه الرعايه الاجتماعيه. نعم. القلة القليلة حاليا في الدار هم مستمرين على الراتب ننتظر الوجبات القادمة إن شاء الله مع الرعاية. إنه الرعاية الاجتماعية. كيف عالج القانون العراقي حق المسن؟ اكيد وضعت له قوانين انه هو هاي توفير الدور الايوائيه للي ما عند اللي ما عنده معين اللي فاقد الاهليه يعني العائله اللي الظروف وقساوه الزمن انه يكون عائلته فقيره الحال ويحتاج الى علاج يحتاج الى دواء يحتاج الى اكل بيته يكون صغير ما يمن فنكون نجي يعني يجيب هاي الدور هي تعتبر خيمه لهم الكبار السن في نهاية المطاف. وإحنا دائما نقول هاي الدور وليس بدار الفناء وإنما هي بدار الأمل دار العطاء واللي على ضوءها تغير اسم الدار من دار المسنين إلى دار الكبار دار العطاء لكبار السن لأن يعني الثقة بنفسهم للراحة للإطمئنانية فنعتبر هذا ليس بدار الفناء اللي هم العالم الخارجي مصورين هاي الصورة اللي على الدور إنه هو دار فناء بني جد كبير السن في هذه الدور تمحى جميع ما انما بالعكس احنا كل شيء متوفر له حتى مهنته وحرفته اللي كان يزاولها يعني ما كان بحاله احنا هنا وفرنا له بقدر ما نستطيع له. زين احنا من باب كدراسه اجتماعيه هل تسالون هذا اللي يريد يودع يعني قريب له او فد علاقه اقرب من عنوان قريب ورحم له هل تسألوا لماذا تم الإيداع في دار المسنين؟ طبعا أول خطوة اللي إحنا نأخذ دراسة الحالة كاملة مستوفية مع الباحث الاجتماعي والإدارة يجلسون مع المسن والقريب اللي أتى بهذه الحالة للدار زي. أول شيء نعرف الأسباب يذكرنا الأسباب أكثر الأسباب تكون أما عن الإرث أما عن الوضع الاجتماعي أما عن عقوق الابن أو البنت من ناحية أبوها وإحنا دائما البنت معذورة إذا كانت متزوجة لأن ما تقدر يعني تفرض زوج أبوها أو أمها على زوجها لأن عائلة احتمال يعني أكثرهن اللي يجون يقولون إحنا عايشين مع عوائلنا معها لكن احنا نذب اللوم على الولد اكثر شيء اكثرهم اللي يجون يفضل الزوجه يفضل عائلته وزوجته وابنائه والوضع الاجتماعي عن والده. يعني احنا ما نقدر نقول اكو ملازمه بين الايداع في دار المسنين والعقوق اللي الله سبحانه وتعالى نهى عنها. نعم. لان مو في كل الحالات. لا مو في كل الحالات مرات اللي يجيك الشاب فقير الحال او يعني يعمل عامل قوته يومي بيته ايجار وضعه عنده اكثر من يعني طفلين او ثلاثه زوجته مريضه او امه والاب اثنيناتهم مرضى فما يقدر يوفرهم هذا الشيء وهاي الدار بالعكس هاي دور هيك حالات فاحنا ناخذ الحاله من عندهم نستوفيها وايضا عندنا بعض الحالات انه احنا نسوي دمج اسري بعد دراسه الحاله والوضع اذا كانت متقرب وجهات النظر بين العائله والاب ونعيدهم دمج أسريا وتبقى زيارة ميدانية للباحث الاجتماعي كل 6 أشهر يشوفه إلى أن يستقر ونأخذ منه تعهد أنه إذا أي حالة بدرت من عنده إساءة لهذه الحالة يعني الوالدة أو والدته يعارض إلى المسائل القانونية. عندي السؤال يعني أنا صارت عندي شيخوخة مبكرة يعني بل. عمري مو مال هسه أنا قاعدة أصلي بس يعني من الألم اللي عندي
عندي انزلاق 3 مرات ظهري صحة رجلي دوالي وهاي نعم. صار يعني حتى أرق النسب هاي رجلي قمت أمشي على الأبكاز نعم. فقمت أنا وقاعدة أصلي زي. بس الفرض أسويها أنا واقفة نعم. والركوع والسجود على الطاولة قدامي نعم. أسجد نعم. وصومكم صومي والله أنا صار هنا سنتين أصوم كنت برا مسؤولة عن بيت ورجال كبير وأخويا وزوجته وأني قائمة بيهم هم يصومون ونايمين ومرتاحين وأني قائمة بيهم أسوي لهم فطور أساعدهم أسويهم فكنت ما أقدر يعني من التعب والعطش والهذا ما أقدر أصوم يعني هل أحاسب على هاي السنين المضت بس كنت أدفع يعني أدفع فطرة أنطي فترة مع عدم صيامي. نحكي على السؤال الأول على الصلاة بالبداية. الصلاة. الصلاة ما لها علاقة العمر أنه بالعجز عن الصلاة. يعني أنتوا قلتوا أنه شيخوخة مبكرة. سواء شيخوخة مبكرة أو الإنسان كبير بالسن تمكن من الصلاة بصورة طبيعية يصلي. ما تمكن من الصلاة بصورة طبيعية عجز عن الركوع والسجود. بس يقدر يوقف لازم يوقف لازم يوقف أهم قضية تدرون أنتوا أكو أركان بالصلاة أهم قضية تكبيرة الإحرام منين من قيام يعني إيه. الله إيه. زين هاي التكبيرة إيه. لابد أن تكون شنو من قيام إيه. زين أنتوا تقدرون التكبيرة من قيام تقدرون أي أنا بالفرض أوقف أقيم الصلاة إذا تقدرون التكبيرة من قيام وتقدرون القراءة الحمد والسورة من قيام هم تكملوها من قيام أي أنا أسوي زين هسه إذن أول قضية تكبيرة الإحرام من قيام والقراءة الحمد والسورة من هم من قيام وصلنا للركوع ما نقدر نركع يصير النوم إلى الركوع يعني لا أركع عادي أركعها تقدرون بس السجود على الطاولة ما أقدر أنزل للأرض هسه إذا قدرنا نركع ممتاز أنه نركع بالصورة الطبيعية وما عندنا مشكلة هسه وصلنا إلى السجود السجود عندنا به مشكلة قدرنا بالصورة الطبيعية أن نوصل قريب شبر من الأرض جيد جدا شبر مثلا إذا ما قدرنا إحنا نكون مخيرين بين أمرين شنن الأمرين أما نوم نسويه بالإيماء يعني شنو كأنما سجدنا ونقرأ ذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده أما بهاي الطريقة أو نقدر نقعد على الرحلة وعلى الطاولة أكو شنو تربة يستحب أنه يسجد يضع على ما يصح السجود لأنه إحنا لا يصح السجود إلا على ما يصح السجود عليه الأرض وما أنبتت يحط تربة ويسجد عن يمين على الطاولة قدرت بهالصورة أما أكو مشكلة أديت التكليف يبقى عندنا التشهد والتسليم مو؟ تقدرون أنتوا قاعدين على القاع لو ما تقدرون؟ لا هو أنا مو أكمل السجود زين. من يجي التشهد نعم أنا قاعد أشهد وأقوم أقف أكمل الصلاة على الكرسي إي على الكرسي إي إي إذا أقف. قدرتوا على الأرض فهو على الأرض ما قدرتوا على الأرض على الكرسي ما اقدر يعني ما اقدر ارفع اي على الكرسي الا اتوجه هاي بالنسبه للصلاه وانتم قلتوا النوافل تصلوها من جلوس كلها تصلى من جلوس باعتبارها هي مستحبه ما عندنا مشكله اي جلوس النوافل كلها جلوس زين اذا مطلوبين صلاه في ايام احنا كنا نسهم هالفتره هم نقضي إذا عدنا وقت فراغ نقضي كثر ما مطلوبين حتى لو كنا مطلوبين صلاة بصورة طبيعية هسه نأديها بهاي الصورة هم ماكو مشكلة قاعدين بهاي الطريقة زين موضوع الصيام إذا قدرتوا هسه الصومون فصومكم صحيح هسه أما إذا تعذر عليكم الصوم فتدخلون في عنوان الشيخ والشيخة لكن أنتوا قاعد تقدرون الصومون في ذيك السنوات إذا كنتوا معذورين فعليكم قضاء فقط معذورة يعني مو كنت صاحية
عمليات نسوي هواية أنا. إذا معذورة ومريضة. نسوي عمليات. عليكم قضاء. هسا إحنا إذا نقدر. دائماً فقر دم عندي كنت يعني. هسا إذا نقدر المفروض نقضي مع فداء. لأنه إحنا خلال شهر رمضان من شهر رمضان إلى شهر رمضان كون نقضي. إذا ما قضيت في شهر رمضان شنو علي؟ علي فداء 3-4 كيلو طحين مع التأخير ووراها وياها أقضي. أقضي مطلوب. تدرون بتقدم العمر قد يصير عند المسن ضعف بالذاكرة في بعض الأحيان. نعم. بالتالي يعجز عن إدارة أمواله. كيف يمكن أن ندعم المسن في إدارة أمواله؟ إحنا هنا يلي يجينا هي أم إذا كان متقاعد فعنده ماستر وراتبه محفوظ، واللي عنده مبلغ عندنا المحاسب الدار تكون لجنة من البحث الاجتماعي والإدارة يعني يودعها بالقاصة بالصندوق ويأخذ تعهد يعني الوقعة من يحتاج أي مبلغ منه، أيضا اللجنة بإشراف اللجنة سحب يكون إليه. زين. أي وبعد مماته العمر الطويل إليه يعني هاي الأمانات كلها نسلمها للكفيل اللي هو تكفله، لأن إحنا بالمناسبة أي مسن يدخل بالدار لازم عنده كفيل حتى نقدر نتواصل بمرور الزمن مع أهله مع عائلته. زين. أنتوا برأيكم مسن خارج الدار وبدأت تصير عنده ضعف الذاكرة وكذا، شلون نقدر ندعمه في إدارة أمواله؟ إحنا هذه لازم يراد لها شغل كبير، يراد لها عناية من الدولة يعني توفر هذه الأشياء له، وأكيد خلال الدراسات وخلال البحث لهم والبحث الاجتماعي الأهمية منهم، وأيضا لازم يكون دور العائلة إلى خصوصا العرف الاجتماعي عندنا هنا أكثر الحالات ما يقبلون يجيبوها للدار، فشوف العائلة متكفلة بيها. بالتالي حتما القريب إلى هو يكون متكفل بهذا. متكفل بهاي، بس إحنا نطلب ومن طريق قناتكم الموقرة إنه تضع عنا الدولة قانون يردع الأبناء، يعني قانون رادع على الأبناء والبنات برمي أو آبائهم أو أمهاتهم في الطرقات أو إيصالهم إلى باب الدار وتركهم يعني لهذا المكان. من يكون قانون رادع نتمنى يعني يشرع هذا القانون في مؤسستنا مؤسسات الدور الإيوائية حتى نقل أو نخف من حدة هذه الحالات. هل يجوز الى وكيل توكل على شخص شويه عقله يعني صار به خلل؟ الحمد لله. زين. يجوز ان يصير وكيل على املاك ويتجاوز عليها ويبيع؟ هل يجوز؟ زين. يعني يتصرف بالملك؟ زين. هو مع العلم وكيل لاسباب صحيه. زين. يعني انت تسال اذا واحد فقد عقله او فقد ذاكره او كذا اداره في امواله. نعم. زين. أول قضية إذا فقد الإنسان أهليته للتصرف بماله. صح. فقد. نعم. فقد السأم مال جنون أو سفه. نعم. أو خرف ينسى الإنسان يقوم كذا. نعم. لا يحق لأحد التصرف بماله أطلاقا أي واحد إلا منه الوكيل الوصي المنصوب من قبل الحاكم الشرعي. نعم. باعتبار الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي له، فبالتالي يقدمون طلب المن الى المرجعيه. نعم. لتنصيب واحد قريب يثقون به انه شي يصير يصير ولي. نعم. يصير ولي على اموال هذا، لكن صلاحيه هذا الولي مو مثل صلاحيه صاحب المال. طبعا صلاحيه شبيهة اقل. نعم. صح. شنو صلاحيته؟ صلاحيته في إدارة أمواله فقط. مثلاً يحتاج علاج من فلوسه يشتروا له علاج، يحتاج سفرة، يحتاج كذا، يحتاج عمل. يجوز عنده عقار يجمع ولا الآجار. يجمع ولا الآجار. نعم. أما أنه يصير يبيع أملاكه لا حرم عليه. فالبعض يسأل. أي. يبيعون أملاك هذا الوصي هذا الولي يبيع أملاك ويقسم على الورثة ويبقي له. قاعد يستحسنون في القضية عبالهم يعني عقلين انه عبالهم شرعا الصير. هاي مصير. هاي مصير. مصير.
هذا الوصي صار على فلوس هذا الكبير اللي فاقد الأهلية، لاحق ما عنده صلاحية في بيع الملك، ما عنده صلاحية. نعم. صلاحيته شنو؟ في إدارة أموال وشؤون هذا الفاقد الأهلية، التصرف فقط، يدير أمواله فقط. هذا الوكيل يعني يتحمل هالمسؤولية فقط. فقط صلاحيته. أما غير تصرف لا ما عنده صلاحية. ما لح. واضح إن شاء الله. واضح رحم الله وديك. مسألة ينبغي الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار السن وتوظيفها في تنمية المجتمع. شلون هاي أنه نستفاد من خبرتهم؟ من خلال زجهم في الأنشطة الاجتماعية المختلفة. أبرز نشاط اجتماعي مختلف هي الأعمال التطوعية. أعمال التطوعية مثلا معلم متقاعد يجي للمسجد، إذا كانت المسجد وظيفته فقط إقامة الصلوات والاحتفالات الدينية فهو ليس المسجد الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. المسجد يوظف إلى ما هو أعمق وأكبر من ذلك. محل حديثنا معلم كبير بالسن، اليوم إحنا نزجه نسوي له دورة لتعليم اللغة الإنجليزية، مثلا هو كان معلم إنجليزي أو مدرس لغة إنجليزية، مدرس رياضيات وهكذا. استثمار حتى الطبيب كبير السن في معالجة من يحضر لصلاة الجماعة، بالتالي تصير ضميمة في صلاة الجماعة والأجر مضاعف، هم جاي صلاة جماعة هم قاعد يعالجوا مجانا، يصير تشويق للحالة العبادية. فبالتالي استثمار الخبرات وتنميتها واستثمارها في تنمية المجتمع وعدم ترك والالتفات وركن كبير السن في الدار. أنتوا اليوم كباحثة اجتماعية كيف ترون فتح حالات قاعد تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي استهزاء وسخرية بكبار السن وتمثلهم بصلة، لو من حيث الجد أو الجدة يستهزئ من أجل الحصول على عدد من المشاهدات، يطلعهم بالفيس. نعم. هذه طبعا احنا نعتبرها إهانة، نعتبرها إهانة لهاي الشيبة المباركة. يعني على في عن طريق طبعًا هذه أبرز مصادق العقوق. أي طبعاً هي تعتبر، إحنا نطالب الدولة بتشكيل محاسبتهم، وخصوصاً يعني اللي ينطون بالمواقع التواصل الاجتماعي اسمه، يعني هذه نقدر بأبسط الطرق نتوصل له. بس إحنا نحتاج من الدولة إنه دائماً بالتعاون مع الوزارات المختصة مثل وزارة الداخلية إنشاء ندوات محاضرات تثقيفية بالأجواء الجامعية بالأجواء المدارس عن طريق الخطب يوم الجمعة. نعم. حث من مشايخنا وسادتنا العظام اللي يعني تقون المنبر أنه تكون لهم فترة معينة محاضرة بسيطة للأبناء، للاحترام الأب، للبر بأبوه وبر بوالده. لأن احنا سابقا مع الأسف الشديد بعد 2003 ما كانت، قبل 2003 ما كانت عندنا حالات، كان دار واحد في بغداد هو دار الرشاد، وأعداد قليلة تنعد على عدد الأصابع من كل أنحاء العراق وبغداد والمناطق اللي تجي يخلوا. بينما بعد 2003 زادت عقوق الأبناء والبنات على الها، فشوف زادت الطلب، الإيواء زادت، كثرة الدور في جميع المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية والشمالية، ومن ضمنها بغداد. هذا الدار انفتح، دار العطاء كبار السن في الصليق افتتح بعد 2013 بعد ما زادت الأعداد في دار الرشاد، انسحبت من عند الحالات حاليا. وما هو حاليا الدار يؤوي 60 مسن من كبار السن رجال ونساء، وهذا العدد يخوف يعني في تزايد. فاحنا من نسهل أمر من نعرض برنامجنا عنايتنا واهتمامنا بكبار السن، ليس يعني انه نقول له تعال
انطي ابوك او سلم ابوك لهالدار، لا بالعكس احنا نأم يعني ننطي الامان على الحياه العائليه. اي الحياه العائليه هاي وحده، وثانيا نعكس الصوره اللي ماخذتها بعض وسائل الاعلام او بعض العوائل انه الدور الايوائي هي عباره عن سجن، عباره عن تعذيب، عباره عن اهمال للمسن، يعني من بعد ركنه بزاويه من زوايا الدار ومماته ودفنه بدون علمه. فاحنا هذا من نسوي البرامج الدينيه والتثقيفيه لهم والاحتفال الخاصة بهم بمشاركتهم بالاحتفالات بالمراسيم بالأعياد، حتى العالم يشوف النظرة الحلوة الجميلة اللي عايشيها كبار السن في هذه الدار. مسألة وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على اليمن على كبار السن، لكن بنفس الوقت كما لها تأثير سلبي لها تأثير إيجابي. واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها كبير السن شنو هي؟ هي العزلة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل هذا كبير السن شنو لا يعيش في هذه العزلة، يقعد في التليفون ممكن في الموبايل أنه يتواصل مع أرحام له، مع أصدقاء كانوا له وهكذا. بالتالي واحدة من فوائد أو التأثير الإيجابي لوسائل التواصل على كبار السن ووسائل التواصل الاجتماعي هو أنه تمنع هاي العزلة التي تؤرق وتؤذي كبار السن. فلو استخدم وسائل التواصل استخدام إيجابي ولم يدمن عليها، لأن الإدمان عليها ربما يؤثر على نومه، يؤثر على القلق وتزيد من حالة التوحد أو الانعزال عن المجتمع. فلو استعملها استعمال إيجابي حتى يكون من خلالها صلة الرحم، بالتالي استثمرها حتى في الحالة العبادية ويمكن له الحصول على الأجر والثواب حينما يتصل في رحم له ليؤدي الواجب وليديم صلة الرحم. بالتالي ينبغي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي استخدام صحيح والابتعاد عن الاستخدامات الخاطئة لها. انتوا تدرون المؤسسة الدينية ماخذة على عاتقها يعني المحاضرات والخطب من الفريقين انه تحث المجتمع على انه آثار العقوق العياذ بالله، وتحث المجتمع على البر والإحسان للوالدين وللأقارب والأرحام. جميع الجهات إذا الإيد الوحدة ما تصفق، احنا إذا نريد جميع المفاصل وزارات الدولة في الكل ياخذ اتجاهه، يعني الكل ياخذ اختصاصه ويوجه تكون الأنظار على عقوق الأبناء تجاه هذه الشيبة المباركة والاهتمام. يعني احنا من نشوف اليوم وزارة العمل مطي حقها لازم تتعاون معها، وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني والشرطة المجتمعية، عندك وزارة الصحة لأن عندها قسم الصحة النفسية، فمن يكون هيك تعاون الإعلام السلطة الرابعة اللي هي أهم شيء عندنا اللي تسلط الأضواء على هذه الدور على العنايات على عقوق الأبناء. عندك وزارة التعليم العالي تخلي فد منهاج إلها أو في يوم يعني أحد يحددونه تكون جلسة حوارية لشبابنا في الجامعات. من هذا الشيء إحنا نقدر نقضي عليه. يعني أنا بالنسبة ما عندي أثوب لهم وهايدين مثل ما يقول فدنا بالأمور ذات شبيه يعني زين. أي يعني أنت تقول أنه أنا عندي ذولة رحمة الله عليهم أرد أثوب لهم وما عندي أثوب ما عندي زين. أول قضية الثواب للميت أنت برأيك يوصل لو ما يوصل؟ يوصل. ليش يوصل؟ أي زين. الثواب يقتصر على إطعام الطعام فقط لو أكو ثوابات أخرى؟ لا أكو ثوابات أخرى. زين هسه أنت الجانب المادي تقول ما عندي. إيه ما عندي. ما عندي. إذن إذا أكو غير إطعام الطعام
ثوابات نقدر نأديها لو ما نقدر. شلون يعني؟ أنت هسه أنا سألتك، أنت تقول لي أنا ما أقدر أسوي لهم ثوابات. نعم. لأن حالتي المادية ما تتحمل. نعم. سألتك قلت لك أنه أنت هذا الثواب فقط يوصل لو ما يوصل، قلت لي يوصل زين. بعدين قلت لك أنه الثواب فقط وفقط أطعام طعام، قلت لي لا أكو ثوابات أخرى. أي. زين إحنا هسه طعام ما نقدر نوزع على الأموات. نعم. رحمة. نعم. الله عليهم، لأنه وضع المادي ما يسمح. نعم. مو؟ نعم. زين شنو الثواب برأيك الآخر اللي نقدر نتمكن إليه؟ يعني أبسط شيء يعني مثلا نقول نوزع تمر ولبن أو. هسه إحنا ما نقدر على هاي. ايه؟ أنت قلت أنا يتحذر علي. أي. أنا أريدك أنت تجاوب السؤال مو أنا اللي أجاوبه، لأنه إحنا إذا فكرنا نلقى مجال البر واسع. نعم. مثلا قراءة سورة من القرآن تقدر نو ما نقدر؟ إيه الحمد لله وشكرا. نقدر. إيه. تقرأ سورة من القرآن تبعث ثوابها لمن؟ إلى رحمة الله عليهم ذول تيد الثوب لهم. توصل لو ما توصل؟ توصل. اتفقنا إحنا أن توصل. مو؟ نعم. بالتالي عندنا ثوابات أوجه بر واسعة. واحد محتاج قضية، محتاج قضية يجوز أنت تقدر تقضيها مجانا، من تقضي حاجة مؤمن، هذا مو أعمال بر. بس تحكي سيدنا سوي يا مسن. نعم. عمره 100. نعم. 100 سنة ضبط. نعم. أسبحه، أزينه، أحلقه، أفرش له، ينام، أغطيه، أسوي له ريو والغدا والعشاء يمي. إذن هاي كلها أعمال بر تجعلها بثواب منه، ثواب رحمة الله عليهم اللي تيجي الثوب لهم. نعم. يفيدهم لو ما يفيدهم. إيه أنا كل اللي أسوي لهم أقول ثواب. ثواب لا. فلانة رحمة الله عليها تقول زوجتي. إيه. وبنتك رحمة الله عليهم. وابني. ولدك. بالتالي أعمال البر إحنا خلينا نتفق أن أعمال البر عديدة وواسعة نقدر نسوي. ما نشاء حتى لو يتحذر علينا القضية المادية. برنامجنا اسمه الدين المعاملة. الصلاة الصيام عبادات مهمة في قبال التعاملات، أيضا صورة توازي أهمية الحالة العبادية. هل يمكن ذكر مصادق تجسد هذا المصداق الدين المعاملة في مجال التعامل مع كبار السن؟ أكيد. أو مو تذكرون مصادق، شلون نقدر نقول هذا قاعد يتعامل بصورة مثالية مع كبار السن بمختلف القرابات؟ ممكن قد تكون قرابة الأب والأم، قرابة الرحم من الأعمام والأخوال من كبار السن، ممكن أن تكون قرابة جيرة، ممكن أن تكون قرابة مستطرق بالشارع، شيبة كذا. إيه أكيد هي لازم أنها تكون لها دور أساسي هذا الشيء. وإحنا هنا يعني مطبقين عند كبار السن. زي. لأن تعرف إحنا بعد سن 40 هذا الشخص أي إنسان سواء كان رجل أو امرأة إذا كان عايش في هذه الدور أو في المجتمعات مالتنا إنه هو يعمل لآخرته. وتكون لازم أركان الإيمان وأركان هذا الإسلام من حيث مطبقة. كبير السن أول شيء أن يهتم. يهتم بالآخرة. أكيد. زين. فإحنا أول الشيء نبدأ به هنا نتحدث عنه كعملنا ودورنا في دار كبار السن هو نسأله عن وضعه، هل يعني أيام شبابه كان ملتزم بالدين، مؤدي واجب الصلاة، مؤدي واجب الصيام. بالتالي إذا مطلوب هم نتحدث وياه. من مطلوب إحنا سوينا له صلاة ما في الذمة. زين. إن رتبنا له جدول. اي اعطاء يعني التعاليم، واذا ما عنده معلومات وافيه موجودين احنا يعني نعطي حث عن المعلومات، كتاب كراس انه الاركان او الاوقات الصلاه والاداه شلون يؤديها ويحفظها، ونخلي له دفتر ياشر لنا فيه يعني هذا، لانه تعرف عنده وقت كبير. زين. والصيام شجعه، اكيد احنا هنا عنده وقت السحور حال حال بالبيت العايشه، اوقات افطار نسالهم عن الاكل اللي يحبونه اللي يشتهوه حتى تكون نوع من التشجيع، الجو اللي يحب الصائم يكون له الراحه النفسيه، البرامج الدينيه او التثقيفيه او البرامج عنها عنده كله خاص بيه بالغرفه. المرض كبيره. نعم.
اذا توفى زوجها ما عليها عده يعني تطلع ما تشوف احد ما زين. اول قضيه يجب عده الوفاه مطلقا على المراه كبيره بالسن او صغيره يعني. يجب عده الوفاه لا تسقط بحال من الاحوال، كبيره بالعمر، مدخول بالمراه، ما مدخول، صغيره، كبيره السن، يجب. ليش؟ السبب اكو نصوص شرعيه في ذلك، عندنا نصوص هي تجب علينا واحنا عبيد، العبد شنو؟ ينفذ. زين، بما انه مامورين فالمراه الكبيره حتى وان كان قطعها القضيه وهي يائسه من الحمل كذا هم عليها العده. والعدة طبعا هاي ثقافة موجودة حتى بالجاهلية قبل الإسلام، كانت المرأة تعتد سنة كاملة على وفاة الزوج. إجا الإسلام بالبداية بقت العدة بالإسلام في بداية الإسلام، من كان الإسلام استوى بقت بالعدة عدة الوفاة سنة، إلى أن قوى الإسلام الناس بدوا يفتهمون صارت العدة عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، يعني 130 يوم تعتد المرأة لوفاة الزوج. هاي العدة إذن لها موروث حتى بالجاهلية، قضية أخلاقية اعتبارية، أن المرأة شنو فقد زوجها تعتد، مو معناها أن ما تطلع من البيت مثل ما يتوهمون الناس وما تشوف أحد وما حد يشوفها، لا هذا فهم خاطئ مو صحيح. الواجب في العدة أن لا تتزوج، تتزوج، والواجب عليها أن تعتد وتترك الزينة، لا زينة في اللباس ولا زينة في البدن، يعني ما تحط مكياج، تغسل تنظف تقص شعرها لكن تحط مكياج ممنوع، تلبس ألوان مزينة مزركشة ممنوع. ليش؟ لأنها في العدة. فالواجب على المرأة في العدة مو أن ما تطلع في القضايا الضرورية يصير، بس أنه لا تتزين لا في اللباس، عليها يجب حداد ولا تتزين حتى داخل الدار أن ما تحط مكياج. ليش؟ لأنها هي في العدة 4 أشهر و10 أيام. وأنتوا قلتوا ليش كبيرة السن تعتد؟ السبب في ذلك هو النصوص الشرعية اللي أثبتت العدة، بالتالي العبد ينفذ. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. وفي الختام روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. فلابد من التعامل بالرحمة والاحترام والتوقير مع كبار السن من الأرحام وغيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.